السلام عليكم، هسه رح نبلش بشرح شابتر 6 مساحة. شابتر 6 مساحة بحكي لي عن الترافيرس أو الترافيرس. بس الترافيرس هو شو هذا؟ بقول لك هو كنترول سيرفي which in a series establish station that are tied together by angle and distance. كيف يعني؟ يعني كنترول يعني هاي عملية تنظيم أو تحكم. لو كان عندي مباني معينة، يعني في عندي مبنى هون ومبنى هون ومبنى هون ومبنى هون، هذول انا بدي احطهم مع خريطه، هذول بدي احطهم مع خريطه، لازم اعمل ترافيرس. الترافيرس شو هو؟ اكو سيريز من الستيشن، الستيشن اللي هو النقاط هاي، هاي تسمى ستيشن، هاي تسمى ستيشن، هاي تسمى ستيشن، مربوطين ببعض زوايا ايش ومسافات. فلاحظ انه هذا الاشي لو بدي اعمله كخريطه مثلا بعمله زي هيك ترافيرس كلوز ترافيرس، طبعا في كلوز وفي اوبن. هون انا هيك مثلتهم بزوايا، مثلتهم مسافات، مسافة زاوية وهكذا. هذا هو الترافيرس. في عندي نوعين الترافيرس، في عندي closed وفي عندي open. open ما راح نشتغل عليه، مش بمساقنا هذا، راح نشتغل باللي closed. كل وظيفة اللي closed. بس الclosed الترافيرس اللي لازم يبلش من نفس النقطة وينتهي بنفس النقطة. يعني لو عندي هذا الترافيرس كانت عندي نقطة البداية مثلا A، بدي امشي هون B، امشي هون C، امشي D، امشي E. هذا الترافيرس شو بدي يكون اسمه؟ رح يبلش يلا A B C D D، سميه A كمان closed. closed لازم يبلش بنفس الحرف وينتهي بنفس الحرف. انا هيك بعرف انه هذا closed ترافيرس. ما كان عندي حرف الA هذا open ترافيرس. انا ما يكون عندي ترافيرس زي هيك لازم يتسمى A B C D E A، يبدأ بنفس الحرف وبينتهي بنفس الحرف. تمام. بقول لك الترافيرس بقول لي في عندي necessary number of independent observation، يعني أنا عندي قياسات أو قراءات أنا بقرأها بتعتمد على بعض، هي بتساوي 2 N ناقص 3. 2 N ناقص 3 هي بتساوي عدد قياسات الترافيرس أو عدد الزوايا للترافيرس، يعني القراءات اللي ما بتعتمد على بعض. يعني أنا لو عندي مثلث قائم الزاوية، مثلث قائم الزاوية، هذا مثلث قائم الزاوية بقدر يعني أقرأ قراءتين فقط اللي هم هذا الخط وهذا الخط. عرفت أنا من خلال القراءتين هذول القراءة الثالثة من فيثاغورس. فعليا هنا مثلا هذا المثلث number of independent هم اثنين واثنين آه. طب أنا كيف جبتهم؟ أو إنه أنا عندي هون عندي كم قراءة؟ عندي قراءة قراءتين، أنا جبت الثالثة. أنا فعليا number of independent هم اثنين، يعني أو أنا بحكي عدد القراءات اللي أنا قرأتها 2N ناقص 1، 2N ناقص 3. أنا قرأت قراءتين يعني 4، 4 ناقص 3 تساوي 1. عندي قراءة زيادة واحدة واللي هي الوتر. لو هذا المثلث لو بدي أشتغله، لو بدي أشتغل هذا المثلث فعليا أنا بحتاج لقراءتين فقط. فأنا لو في عندي واحدة زيادة، شو الواحدة الزيادة؟ هاي زيادة. ليش؟ أنا بقدر أجيبها من فيثاغورس. مش مهم الإشي، بس إنه تعرف شو هي number of necessary independent observation. أن هي number of side أو number of angle. station اللي هي node point مثل ما حكيت النقطة. station field مش مهم، مش موضوعنا بالحل، إحنا اللي بهمنا بالحل. هذا الترافيرس. الترافيرس عندي لو عندي مباني، شغلات، شجرة وهكذا مثلا، كيف بدي أسقطهم على الترافيرس أو كيف أنا بدي أعرف وين إحداثياتهم بالضبط؟ ببساطة بهم الإحداثيات، إحداثيات X Y Z. زد عندي هون عندي X Y. لو مثلا هذا الترافيرس، هاي هذا المبنى بدي أسقطه على الترافيرس هذا، شو بعمل؟ من هاي الحفة أسقطها المسافة العمودية للترافيرس، يعني هيك بحيث ما تصطدم بمبنى ثاني. يعني هاي النقطة واحد قطعة الترافيرس ما بقدر أحكي هيك. ليش؟ لأنها لمست مبنى ثاني، بقدر أحطها هيك لمست مبنى ثاني. فهاي النقطة ما بقدر أسقطها إلا هون، النقطة بقى ما بقدر أسقطها إلا هون، النقطة ما بقدر أسقطها إلا هون. ليش؟ لأنه بدي أسقطها هون طويلة، هي أقصر، بأخذ أقصر مسافة بس الوقت ما بدي تخبط هون. فهاي أقصر مسافة مثلا، هاي طول هاي. ليش؟ لأنه هاي ممكن تخبط، ما خبط، هي طويلة أصلا يعني. ليش؟ مسافة عمودية، أقصر مسافة عمودية. هاي هون، هاي هون، هاي تسقط هون غصب عني. ممنوع تضرب مبنى. كذا هيك أنا بدي أوجد إحداثيات أي مبنى
ما به نبطل كثير، ممكن اخرج كوكب. هاي الخريطة عندك بتقيس هاي الاحتياطيات، مثلا لو فرضنا هاي نقطة الأصل، تعطي احتياطيات النقطة هاي مثلا 2، احتياطياتها 17 على الإكس و3 على الواي، نقطة 1 15 على الإكس و5 على الواي. بهمني هاي الاحتياطيات، أنا بهمني مثل ما حكيت لكم الحل. لما أجي أحل، أنا بدي أقيس البوصلة، تمام؟ أقيس البوصلة. هسا البوصلة هاي أقيس أنا زاوية اسمها أزمة. هسا أول جزء بالشابتر وبيجي عليه أقل إشي سؤالين، يقول لي بس فايند ذا أزمة في أنجل أو إشي اسمه بيرنج أنجل، تمام؟ شو الأزمة في أنجل؟ اللي هي الزاوية المقاسة من محور الشمال اللي هو النورث مقاسمة عقارب الساعة. يعني هذا محور الشمال وهذا خط الترافرس عندي. ايش بعمل انا؟ هاي زاوية الازمة. يعني نرجع لهون ترافرسات، بدي اودد الازمة لهذا السايد، شو بعمل؟ احط البوصلة، خلنا ارسم بالزهري، بس احط البوصلة هون، هاي هيك البوصلة. ايش الازمة عندي؟ هي الازمة قيس هاي الزاوية زي هيك، هي الازمة دائما من محور الشمال، وبمشي هي الازمة محور الشمال عندي هيو، بمشي مع عقارب الساعة هي الازمة، تمام؟ وهكذا انا بوجد ازمة هي الازمة. عندي مسميات هسه احنا راح نسميهم، عندي البيرنج اللي بتيجي شبه متممة لها بس ما مش متممة. الازمة في عندي فورورد ازمة، في عندي باكورد ازمة، فهم متممتهم 180 او انه يعني مثلا هذا الخط، الازيماث فورورد، هنا الباكورد اللي هي التكمل اللي بعد ال 180. يعني هاي فعليا هاي الازيماث نفسها، لا زيد عليها 180 بتكون هي الباكورد ازيماث. احنا بالماده هاي مره ناخذ الفورورد ازيماث، شغل بالك باكورد ازيماث. انا بقول لك الباكورد ازيماث بتساوي فورورد ازيماث زائد 180، مثل ما حكيت انه هذا الخط خط الزاوية المستقيمة. فإذا هاي نفسها هاي بالتناظر مثلا، فهاي كاملة 180. الباكورد تساوي فورورد زائد 180 قبل شوي. هسا أنا أزمة، كيف بدي أحسب الأزمة وكيف بدي أحسب البيرنج؟ هسا امتحان، بيجيك سؤال زي هيك، find the azimuth line، find the azimuth for the line البيرنج لهم كذا. ممكن العكس، اعطيني بيرنج يقول لي اوجد الازيماث، انا بدي اكون عارف كيف احسب. هسه هون كتب لك قوانين الازيماث، نورث ايست بتكون هيك، ازيماث نورث ويست بتساوي هيك. انا ما بدي تحفظ هذا الاشي، انا هسه لو هذا الفيديو فهمت اللي راح احكيه، انت ما في داعي اصلا تطلع هاي الرسمه، في داعي تطلع هاي الرسمه. خلينا نشرحها لحالنا مع بعض. هسه عندي المحاور، انا اول شيء المحاور الاربعة، أول شيء بدي إياك تعرف أسمائهم. هذا نوع، يعني أنت هسه بالامتحان أول ما تشوف سؤال أزمث أو بيرنج ترسم لي هاي الرسمة، تمام؟ أول خطوة بتعملها بترسم لي هاي الرسمة. North East South East، تمام؟ هاي رمزوا لها بالرمز، هاي رمزوا لها بالرمز E، أول حرف من كل محور. North South North East، تمام؟ تمام. هسا الأزيماث إحنا حكينا دائما من محور الشمال عقارب الساعة، تمشي هيك. لما أجي أقيس الأزيماث تمشي هيك. عندي أربع حالات، شو الأربع حالات؟ الحالة الأولى كل المحور هون، الترافرس سايد هون، الحالة الثانية هون، الحالة الثالثة هون، الحالة الرابعة هون، تمام. أنا عندي لكل واحدة أزمة، هاي الأزمة الأولى، الأزمة الثانية، الأزمة الثالثة، كل محور يعني، وهاي الأزمة الرابعة، كل واحدة إلها بيرنج، البيرنج إيش؟ هسا بعلمكم إياها. فأنا هسا بالامتحان أول ما يجي سؤال الترافرس يحدد أول شيء هو وين موقع سايد للترافرس. طبعا هو ما يكون معطيك خط مش إنه فهم، بس أنا كنت أوضح لك إياها زي هيك.
افضل سايد بين ترفس بيقول لي فايند ذا ازيمث وفايند ذا بيرنج. هسه الازيمث مثل ما حكيت قبل شوي هي مع عقارب الساعة، هي الازيمث سموها الفا. هذا الازيمث دي انجل، تمام تمام. هذا ايش شو اسمه؟ لاحظ انه هذا الخط الاسود وقع بالمحور النورث واقع بمحور الايست. ايش بسموها هاي؟ نورث ايست، تمام. فانا بالامتحان قال لي point the bearing for north east. Find the bearing for north east. هسه الأزيمث هي مع عقارب الساعة، شو ما كانت بتمشي من النورث وبتمشي مع عقارب الساعة. طب شو البيرينج؟ البيرينج هي أصغر زاوية بين المحور الأفقي والخط الأسود. يعني شو أصغر مسافة بين المحور الأفقي والخط الأسود؟ راح تقول لي هاي المسافة. يعني لو كان هذا هون وكان هذا هون، شو أصغر مسافة؟ لك هاي أصغر مسافة وهاي أصغر مسافة. هيك تأكد البيرينج اللي هي أصغر مسافة سواء مع محور Y أو مع محور X. البيرينج هي بعتذر، البيرينج هي الزاوية المقاسة من المحور North أو South. يعني يا هاي تمام. هاي هي الأزمة، أصغر مسافة بين مشان الأزيمث دائما محور نورث ومحور الساوث الخط الأسود. نرجع لسؤالنا يا نورث ساوث. فهون البيرنج للنورث إيست، شو بتعمل البيرنج للنورث إيست؟ بتكون هاي نفسها. فبالتالي الأزيمث نورث إيست هي نفسها البيرنج بالنورث إيست. بيرنج تساوي أزيمث، تمام. حالة النورث إيست دائما، يعني شفت بالامتحان عندي قال لي find the azimuth، find the bearing for following azimuth، الأزيمث بالنورث إيست، وأقول لك مباشرة سويها أو ترسم الرسمة وتتخيل إيش، تمام. زي حال نروح للحالة الثانية. الحالة الثانية east south south east، ما فرق معي. find the bearing for south east أو east south، ما بفرق معي، بس إنه شمال قصدي جنوب غرب. south east إيش الأزيمث عندي؟ الأزيمث عندي راح تحكي لي هي هاي، تعمل مع عقارب الساعة. هاي الأزيمث. شو البيرينج؟ البيرينج بقول لك دائما من محور south والnorth أقصر، يعني مش راح تكون هاي الأزيمث، لا هاي الأقصر، هاي الأقصر، هي البيرينج، تمام. شو العلاقة بين البيرينج والأزيمث؟ بقول لك هون البيرينج للساوث إيست شو بدها تساوي؟ هاي كاملة 180 صح؟ اللي منها ألفا تعطيني إيش؟ بيرينج هاي، ف 180 ناقص ألفا، 180 ناقص ألفا البيرينج للساوث إيست. أنا شفت بالامتحان أعطاني ساوث إيست كله مباشرة، البيرينج هي 180 ناقص الأزيمث. بس أنا شو ممكن أخربطك؟ ليش جايك تفهمهم؟ ممكن يعطيك البيرنج ويطلب منك الأزمة، ما بدي الخرب. نورث لما يكون هون يكون الأزمة تساوي 180 ناقص بيرنج، أو البيرنج بتساوي 180 ناقص أزمة. هيك لا تخربط، يعني ممكن يطلب مني الأزمة، ممكن يطلب مني البيرنج. أنا بدي إياك تفهمهم شو العلاقة بين هاي، شو العلاقة بين هاي، تمام. الحالة الثالثة، هاي الثالثة يكون الخط south west south east. شو بعمل عندي؟ الأزيمث عندي هاي عقارب الساعة، تمام. وشو البيرنج عندي؟ هاي البيرنج عندي، هاي البيرنج اللي عندي، هاي البيرنج، هاي الأزيمث. فايش العلاقة بينهم؟ بقول لك بكل بساطة الألفة كاملة
شو بدها تساوي؟ أو ما بدي بالعلاقة بينهم. هاي كاملة 180، كاملة 180، زدت عليها قيمة أعطتني الأزيمث. بالتالي الأزيمث شو بدها تساوي؟ 180 كاملة زيد عليها بيرنج. فبالامتحان أعطاني بيرنج لوجود أزيمث، فبحكي 180 زائد بيرنج، أو بحكي بيرنج شو بدها تساوي؟ ألفا ناقص 180، ألفا ناقص 180. فأنا ما بدي تحفظ قوانين، أنا بدي تفهم ترسم الرسمة. الأزيمث هاي الألفا، هاي الزاوية كاملة 180، البيرنج بتساوي الألفا كاملة اللي منها 180. هون شو كتب لك؟ كتب لك الأزيمث تساوي 180 زائد بيرنج بالمية. أزيمث كاملة بدها تساوي 180 اللي عليها البيرنج، أو تحكي بيرنج بتساوي الأزيمث كاملة ناقص 180. بتمنى أنك تكون فاهم فهم مش حفظ، فهم مش حفظ. هاي حالة الساوث إيست، حالة الساوث ويست، حالة الساوث إيست، حالة النورث إيست. طلع عند الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة واللي هي نورث ويست، نورث ويست. أنا حسب السايد للترافيرس تبعي. هاي عندي ألفا، عندي هاي بيرنج، تمام نورث ويست. ايش بقدر اقول لك انا؟ نو الالفا كامله، او الالفا كامله بدها تساوي دائره كامله 360 ناقص البيرنج. ايوه هاي كامله من هون لهون 360، هاي اللفه كامله 360. شو اللي من هالبيرنج؟ بعطيني ايش؟ بعطيني الفا. او بحكي اذا طلب مني البيرنج بقول له البيرنج تساوي يا عمي عبارة عن 360 ناقص الفا. 360 كاملة شلي منها الفا بعطيني البيرنج، او بحكي 360 كاملة شلي منها البيرنج بعطيني الفا. هاي الاربع حالات عندي، هاي القوانين من هون اجت. ايوه 360 ناقص بيرنج، او بيرنج تساوي 360 ناقص ازيمث ناقص الفا. صار عندي اربع حالات، النورث ايست البيرنج بتساوي الفا. كيف عرفنا؟ رسمنا الرسمه وشفنا انه المسافه بين النورث، اقصر مسافه بين النورث والازيمث هي نفسها ساوث ايست. لاحظنا انه المسافه كامله 180 شلت منها الفا اعطاني البيرنج. الحاله الثالثه الالف 180 الفا شلت منها 180، الحاله الرابعه 360 شلت منها الفا اعطاني البيرنج. فهذا الشيء اذا انت فهمته انت هون حصلت اقل شيء، اقل شيء بحدود أربع علامات ست علامات، ما بتعرف شو بيجي عليه أسئلة. أصلا بيجي عليه كثير أسئلة. نيجي على إكزامبل. قبل ما ننتقل للموضوع اللي بعده نيجي على إكزامبل. عندي إكزامبل أنت أزيمث for the line having the following bearing. لما يعطيني البيرنج بده أزيمث، تمام؟ لاحظ إنه مش معطيني أزيمث وبده بيرنج، العكس. فعشان قلت لك أنا افهمهم لا تحفظهم. يلا اجي معي قسم المنحنيات الأربعة North East South East. قال لك البيرنج هي 30 درجة North East، 30 درجة North East يعني هيك. لاحظ البيرنج من محور Y نقطة، فإذا هاي الزاوية 30، هاي الزاوية 30. فبالتالي شو الأزيمث؟ الأزيمث بقول لك هي دائما هاي عقارب الساعة، فالأزيمث تساوي بيرنج وتساوي 30، تمام. الحالة الثانية اللي نورث إيست، نورث إيست النورث هاي الويست يعني هون الخط هيك. ليش الزاوية بيرنج 40؟ البيرنج إيش قلنا؟ البيرنج دائما المسافة القريبة من محور واي، هاي 40. كم الألفة؟ بقول لك أن الألفة هي زاوية مع عقارب الساعة. فبالتالي ألفا تساوي الدائرة كاملة كم؟ 360 اللي منها 40 من 320، تمام؟ فما فهم، لاحظ أني ما رجعت ولا للقانون، أنا رسمت الرسمة وعرفت كيف، تمام. الحالة الثالثة اللي وجد البيرنج ل 25 ساوث ويست، وجد الألفا البيرنج 25 ساوث ويست، هاي الساوث وهاي الويست يعني هيك. قديش الزاوية 25؟ هاي الزاوية ايش؟
بيرنج، بيرنج عندي هيك البيرنج من محور واي، هاي الزاوية 25، فكم الألفا؟ أنا راح تحكي لي الألفا هي لمع عقارب الساعة، هي ألفا. فبالتالي ألفا زائد أو ألفا ناقص 180 تساوي 25، إذن ألفا بتساوي 180 زائد 25 وتساوي 205. أيوه هاي كاملة 180 هون، زيد هاي الزاوية الصغيرة بتعطيني قيمة ألفا، 180 زائد 25 بيعطيني قيمة ألفا. شايف إنه لما تفهمها فيهم بتعرف تحل بدون ما تحفظ قوانين، تحفظ قانون. اللي بيحفظ قانون صدقوني لا يغلط بالامتحان. رجاء اللي بحضر الفيديو لا يحضر قانون، يرسم الرسمات دائما، حد غلب الرسم دقيقتين. البيرنج 55 ساوث ايست، يعني هون البيرنج من محور واي هاي الزاوية 55، فقديش الالفا؟ هاي الالفا راح اقول لك انه الالفا راح تساوي 180 كاملة ناقص 55 125. بس هذا اول موضوع بالتابتر هو اوجد الزوايا. بتذكر الفصل الماضي اجى عليه كويز، اجى اربع اسئله عليهم، الكويز من 10 علامات، فانا ليش 10 علامات اضيعهم بهذا التابتر؟ بس مره كان ما يعطيك البيرنج وطالب الازمه، ثم مره كان ما يعطيك ازمه وطالب بيرنج، فبدي تفهم تعرف شو الازمه وشو البيرنج، ترسمها دائما ازمه ترسمها دائما. اعرف الازمه هي مع عقارب الساعه، يعني انا حكى لك الازمه تساوي 225، هيك أجا قال لك أزيمث تساوي 225 مباشرة، بتعرف إن الأزيمث ما إلها اتجاه ساوث ويست وهاي، لا الأزيمث 225 يعني 90 180، إذن الأزيمث هون إنه هذا 270، الأزيمث هون هاي لما تكون معنا الأزيمث 225، فبالتالي البيرنج بدها تساوي 225 ناقص 180. فاعرف انه ما يعطيني ازيمث، يعني حكى لي اذا الازيمث 340، ازيمث 340 يلا هذا المربع 90، هذا المربع 90 هاي 180، وهذا المربع 90 هاي 270، اذا هذا المربع 360 شيل لي منه 20 قديش بيعطيني 340. بالتالي الازيمث عندي، الازيمث عندي هاي، هاي معناها 340. قديش البيرنج؟ البيرنج 20 هكذا. قال لي الأزمة 60، الأزمة 60 يعني هاي 60، أعطاك الأزمة 70 برضو 70 هون، أعطاك الأزمة 110، الأزمة 110 يعني هون. عرف جزء الرياضيات الزاوية 0 هاي الزاوية 90، لا الزاوية 90 محور واي، بقيس المساحة بشتغل من محور واي الشمال، مش محور واي من الشمال. هسا الترافيرس كان أنا أعمل ترافيرس لازم يكون عندي زوايا صحيحة أضلاع صحيحة. كيف يعني زوايا صحيحة أضلاع صحيحة؟ يعني أنا بدي متكون مثلا مجموع زوايا، يعني هذا شكل، شكل إيش؟ 1 2 3 4 5، هذا شكل خماسي، بدي أنا تكون مجموع زوايا الشكل الخماسي، تكون مجموع زوايا الشكل الخماسي. كيف يعني؟ يعني لو عندي مثلث، أنا مجموع زوايا المثلث 180، فأنا لما بدي أقيس الزاوية هاي وهاي وهاي أعطني 180. طيب إذا ما أعطتني 180 في إرور، فهذا الدرس راح يعلمني كيف أحسب هذا الإرور. يعني أنا بهذا الشابتر راح يجيني سؤال يحسب الإرور، إرور الزوايا، إرور الزوايا شو بسموه؟ Angular Closure. بدي أحسب Angular Closure، فهذا الموضوع مهمني مشان الزوايا، مشان الترافيرس يكون صحيح. فهاي بقول لي في عندي نوعين للكلوجر ايرور، عندي انجلر وعندي لينير. الانجلر راح ناخذه هسه واللينير بالفيديو الجاي لانه لحاله بده فيديو. بقول لي الانجلر كلوجر ايرور، بقول لي قيمه الانجلر كلوجر ايرور تساوي الجيومتريك سميشن للترافيرس انجل ناقص الميشر سميشن. كيف يعني؟ عندي هذا المثلث، حكى لي في عندي مثلث الترافيرس الزاويه 60 الزاويه 90 وهي الزاوية 31، تمام؟ تمام. شو الجيومتريك سميشن؟ الجيومتريك سميشن ثابت، عبارة عن إذا أنا بحسب الزوايا الداخلية زي هذول طبق هذا القانون N ناقص 2 في 180، تمام؟ N ناقص 2 في 180، الآن اللي عدد الأضلاع كم ضلع عندي هون؟ عندي ضلع، ضلعين 3، 3 ناقص 2 في 180 أو 1 في 180 تساوي 180.
بالتالي بحط هون 180 ناقص الميشر سميشن اوف ترافرس يعني 60 90 150 31 181 88 ناقص 181 تساوي سالب 1. اذا الايرور سالب 1 يعني جيومتريك سميشن اللي هو شكل الشكل عدد اضلاع الشكل. مثلا شكل الربع هسه احنا من زمان نعرف انه قال مجموع زوايا المثلث 180 مجموع زوايا الشكل الرباعي 360. طيب الخماسي ما بعرف كم الخماسي بتعرف قانون زوايا مين زوايا الشكل الداخلية تكون عبارة عن عدد الأضلاع ناقص 2. يعني لو عندي شكل خماسي قديش عدد الأضلاع؟ 5 ناقص 2 180 3 180 بيطلع نجمعها 3 ضرب 180 تعطيني 540. فمجموع زوايا الشكل الخماسي 540. فلما أقيس أنا الزاوية هاي والزاوية هاي والزاوية هاي والزاوية هاي والزاوية هاي ما طلعوا 540 في إرور، ممكن يطلع 541 فبيطلع معي 540 ناقص 541 يعني سالب، ممكن 539 فهي 540 ناقص 539 تعطيني موجب بالمشار. بس لو أنا بحسب exterior angle زوايا خارجية بجمع بدل ما أطرح زوايا الخارجية للمثلث قديش بدها تكون؟ بتكون عندي 3 زائد 2 في 180 من الزوايا الخارجية. بس لو جاب لي exterior بطبق هذا القانون وراح يقول لي مجموع الزوايا الخارجية تساوي كذا. يعني ممكن يجيني سؤال احسب احسب الـ angular closure error angular CE بسموه angular closure error مثلا للإكستيريور أنجل يعطيك مجموع زوايا الزوايا الخارجية. أنت بدك تعرف لما أطبق مجموع الزوايا الخارجية بحطه هون مجموع الزوايا أو شو اسمه وهذا الرقم بحطه هون. أما حكى لي داخلية بحط هذا القانون هون هذا بيظل ثابت ما ليش فيه هذا أنا بقيسه ما هذا بحسبه القانون. هسا أنا في عندي إيرور. أنا دائما بأي مادة تأخذها بالحياة إيش بالحياة في عندك إيرور وعندك سماحية للإرور يعني اللاغبل. يعني أنا مفروض يكون الإرور تبعي أقل من اللاغبل. يعني هذا الخطأ مسموح 5 ممنوع هذا يكون 6. إذا كان 6 عندي الخطأ أكبر من 5 معناته هذا الزوايا عندي خلص يعني خرباني. أما عندي الإرور 4 بقول المسموح 5 يعني أنا مسموح لي أخطأ 5 درجات. إذا أنا أخطأت 4 درجات أموري تمام. دائما اللاوبل لازم يكون اكبر من الايرور اللي عندي. الايرور اللي عندي هيو الايرور طلعته بدي افحص شيء اسمه انجلر لا اللاوبل انجلر كلوجر ايرور لازم يكون اللاوبل اكبر من الانجلر. هيو لاحظ قال لك انجلر كلوجر ايرور قل انجلر اللاوبل انجلر كلوجر ايرور القراءات مقبوله اما غير هيك ما بتكون مقبوله. طب شو قانون اللاوبل؟ لا قانون اللاوبل عبارة عن 3 زائد أو سالب. ليش؟ هذا يطلع سالب فبتأخذ القانون السالب ممكن يكون موجب تأخذ القانون الموجب. يعني هي إذا كانك ماخذ مطلق فأنت دائما خذ مطلق لهاي وخذ مطلق لهاي وشوف شو بصير معك. هون عندي 3 ثابتة للقانون دلتا ثيتا. هسه بقول لكم شو دلتا ثيتا الآن هي عدد أضلاع عن عدد الأضلاع. طب شو دلتا ثيتا؟ هسه بنعرف أو نشتغل زوايا فالدلتا ثيتا هي دقة قياس الزاوية. بس احنا بنعرف انه الزوايا قيسها درجة دقيقة ثانية. شابتر 5 قلت لكم ممكن تكون عند الزاوية 45 درجة 10 دقائق اللي رح ناخذها هسه بهذا الشابتر مثلا 50 ثانية. تمام هاي درجة دقيقة وهاي ثانية. انا لما تكون عندي زي هيك هون انا بطلع لما بدي احسب دلتا ثيتا. لما بدي احسب دلتا ثيتا بشوف عندي شو اكثر اشي مقاس. يعني عندي الزاوية مثلا 45 درجة فقط زي هيك بحكي انا الدلتا ثيتا بتساوي درجة يعني واحد درجة معطيني 45 درجة هاي لهاي الحالة ثاني مثلا 45 درجة 10 دقائق. بقول لك أنا ثيتا
أقول لك أنا ثيتا ثيتا تساوي إيش آخر شيء عندي مقاس؟ هاي واحد درجة. طيب فرضا قال لي طبعا هاي لها هاي فرضا قال لي 45 درجة صفر دقيقة. أقول لك واحد درجة، يعني أنا بشوف عندي آخر إشي بقرأ إيش بقرأ هون؟ بقرأ هون بحط واحد درجة، فعندي آخر إشي 45 درجة صفر دقيقة صفر ثانية. إيش بقول أنا الدلتا ثيتا تساوي واحد ثانية واحد ثانية. فأنا نسبة الخطأ أو نسبة الدقة عندي يعني بالثانية، يعني أنا بحسب بالثانية، أنا بحسب بالثانية، أنا بحسب بالدرجة، بحسب بالدقيقة. طيب أنا لما أطبق بالقانون ثلاث دلتا ثيتا في جذر الآن لازم يكونوا كلهم نفس الوحدة، هاي لازم تكون بالدرجة، وأنا لما تكون هاي بالدرجة بعوضها واحد هون، بعوضها واحد هون، لما تكون بالدقيقة شو بتعوضها؟ بعوضها واحد على ستين هون، بعوضها واحد على ستين هون، بعوضها واحد ثلاثة آلاف وستمية. بدي تنتبه إنه لما تحل على هذا القانون إذا كانت الزمن مقاسة بالدرجة خلص بتحطها واحد، كانت مقاسة بالدقيقة بعوضها واحد على ستين، والمعوضها بالثانية بعوضها واحد ثلاثة آلاف وستمية. والوحدات عادي بسيط. ليش؟ لأنه الدرجة يعتبرها ساعة، كم دقيقة بالساعة؟ 60، كم ثانية بالساعة؟ 3600، هي 60 دقيقة في 60 ثانية. هذا هو الأنجولار إكلوجر. هسه بفحص اللاوب الأنجولار وبحسب الأنجولار تبعي، الأنجولار أقل من اللاوب الأمور تمام، أكبر من اللاوب مرفوض، لو كان مرفوض بالامتحان بقول لك اعتبرهم مقبولة. طيب هسا أنا وجدت الخطأ واكتشفت إنه الخطأ طبيعي كويس، هسا بدي أصحح الزوايا. لما كان عندي زي هيك، هاي الزاوية حكينا مثلا 30، وهاي الزاوية 90، وهاي الزاوية 61. حكينا احنا الايرور عندي، الايرور بشكل عام شو بيساوي؟ جيومتريك سميشن اللي هو عدد اضلاع المثلث كم؟ 3. فبحكي 3 ناقص 2 1 في 180 ناقص 30 90 120 61 181. الايرور عندي سالب واحد. طبعا ايش انا قايس هون؟ قايس بالدرجات فقط، سالب واحد درجة. هذا الانجولر. طيب شو الالاوبل؟ الالاوبل انجولر سي اي شو بيساوي؟ زائد او سالب ثلاث. دلتا ثيتا كم انا هون قايس بالدرجة، فبضرب بواحد جذر ثلاث. ايش؟ لان عندي انا جذر الان جذر الثلاث اضلاع، ثلاث بواحد ضرب جذر الثلاث، عندي الايرور انا الايرور المسموح 5.2 درجة، طبعا بالسالب. انا عندي انا اخطأت سالب واحد، مسموح عندي سالب 5.2، معناته انا اموري تمام، انا اخطأت بس واحد. انا قديش مسموح لي اخطأ لحد سالب 5.2، يعني سالب 5.3 مرفوض. فانا ايش بقول لي هسه؟ بدك تصحح. انا بدي هاي الزاوية هاي الزاوية هاي الزاوية مجموعهم 180. فلما بدي اصحح اطبق اول شيء الكوركشن. الكوركشن عندي انجولار كلوجر ايرور عدد الاضلاع. قديش عندي الانجولار كلوجر ايرور؟ واحد صح؟ سالب واحد. فبحكي كوركتد كوركشن قصدي بيساوي سالب واحد على ثلاث، يعني انا من كل زاويه انقص ثلث، ما انقص من كل زاويه ثلث ايش بصير عندي؟ بصير مجموع زوايا المثلث 180. فيلا صحح الزاوية، بصحح كل زاوية 30، بصير 30 ناقص ثلث. طيب 90 بحكي 90 ناقص ثلث، بس 61 61 ناقص ثلث، فبتطلع مع الزوايا مثلا 29 وتسعين وثلثين، هاي 89 وثلثين، وهاي 60 وثلثين، بطلع مجموع زوايا المثلث 180. خلينا نحل مثال بحسابات. فانه مفهوم الانجولار كلوجر ايرور، احسب اول شيء عدد اضلاع الترافيرس اللي عندي، بعدين بطرح منهم الزوايا اللي انا قستها خلصتهم، بعدين بفحص بالانجولر، الانجولر اقل اللاوب الاقل مرفوض، اكبر مش مرفوض، بقدر اكمل حل. بس بالامتحان مش راح يجيب لي يفحص لي اذا مقبول ولا لا، راح يجيب لي احسب لي الانجولر نفسه. فشو بكون ترك السؤال؟ بكون ترك السؤال فقط هي دلتا ثيتا. بدي تعرف اذا انه السؤال الزاوية انا مقاسها اخر قياس معطيني بالدرجة بحطها 61، بحطها واحد، أعطاني إياها بالثانية 1.3 بالدقيقة 1.6.
هذا المثال حلينا أول شيء. هذا المثال الثاني. The measured angle for the traversed ABCDA path. The shape A وانتهى بA. يعني هذا closed traversed. Was found to be 187, 184, 164. يعني أنا عندي traverse شكله رباعي. يكون هكذا. أكتب أنا الأطلاع عندي A B C D. لك زاوية A 107. تكمل القياسات. زاوية B 87. زاوية C 104. زاوية D 64. هو الخطوة يبدأ أحسبها الأنجولر كلوجر. أنجولر كلوجر كلوجر. شو بيساوي؟ جيومتريك سميشن. جيومتريك سميشن عندي أربعة أضلاع. بحكي أربعة ناقص اثنين 180. كم هذول؟ 2 في 180 360. بتحكي 360 ناقص مجموع الزوايا اللي عندي 87 و104. خلينا نجمعهم هنا. 87 زائد 104 زائد 64 زائد 107. كم بيطلع عندي؟ 362. يعني الايرور عندي سالب 2. فايش عندي هسه انا؟ بدي احسب بعد هيك الانجولار كروجر ايرور. هاي الالاوبل انجولار تي اي شو بيساوي؟ زائد او ماينس 3 دلتا ثيتا. انا عندي هون ايش اخر زاويه مقاسه؟ درجه. ايش بضربها؟ بواحد. اضربها بجذر ايش كم عندي ضلع انا؟ 4. قديش عدد الزوايا يعني؟ 4. ايش بيطلع عندي؟ 6. بيطلع عندي 6 انا او سالب 6. انا اخطات بسالب 2. مسموح عندي سالب 6 معناته ايش؟ اموري تمام. عندي اموري تمام. اخطأت بسالب 2 وانا مسموح لي سالب 6 معناته القياسات مقبولة. القياسات مقبولة بكمل، مش مقبولة برفض. بس بيقول لي افرض انك قبلتهم، وجد الزوايا الصحيحة. يلا الايرور عندي 2، بقول لك صحيح الايرور الكوركشن يساوي عدد او الانجلر كلوجر ايرور اللي انا طلعته سالب 2 على ايش؟ على عدد الزوايا او عدد الاظلام او نفس الاشي. ايش؟ 4 بيساوي سالب نص. انا كل زاويه بدي اطرح منها سالب نص، فهاي بتصير 107 ناقص نص تساوي 106.5. الزاويه 86.5 بتصير. الزاويه 103.5. الزاويه 63.5. يعني هسه اجمع زوايا الترافيرس هاي بيطلع معك 360، معناته صححت الخطا وهي القياسات الصحيحه اللي عندي. شوف شو عمل لك الان. بتساوي 4 دفيتها 1 درجه. ليش 1 درجه؟ لانه مقاس بالدرجه. الجيومتريك سميشن هي ان ناقص 180. الميشرد سميشن 362 اللي هي مجموع الزوايا. الانجولار كلوجر تروح هاي من هاي. الالاوبل طبق القانون هذا. الانجولار شوف اخذ المطلق 2 اقل من 6 معناته اموري تمام. الكوركشن شو الكوركشن عندي؟ الانجولر يطلع معي سالب 2. راح يظن هون باخذ الاشاره لا اطرح. لو جمعتهم ما بصيروش 360. فعدد الاضلاع سالب نص فرع 107. فلما جمعهم هذول الاربعه طلع معي 360. اذا حلي صحيح. هسه هيك الفيديو الاول صار 40 دقيقه، فما راح نشرح هذا الموضوع لانه هذا بده كمان اقل شيء نص ساعه. هذا الموضوع نتركه فيديو جاي. نشوف شو في عندي اكزامبل غيرهم. هذا مثلا find the bearing. find the bearing لاحظ انه ما اعطاك هون south east، لانه انا شو قلت لك قبل شوي؟ الازيمث ما بحكي له انا south east. هون منك هون طلب منك الازيمث، اعطيك البيرنج. هناك اعطيك البيرنج، اما اعطيك الازيمث وبده البيرنج. تمام. find the bearing نرسم المثلثه المنشور المحاور north east south east. الأزمة 20 درجة هون، هاي 20، البيرنج تساوي 20. يلا اللي بعده رحت بلون. الأزمة 210 كاملة 180، فإذا هي بالربع الثالث أو بالربع الثالث من محور واحد. هاي كاملة 210، البيرنج كم؟ تكون 30. عن 30 بدك تكتب مصطلحها 20، بدك تكتب
البيرنج ايش؟ 20 نورث ايست. خلينا نرسمها بالاسود. 20 نورث ايست هون بيرنج. هسه هاي كامله 180 زيد عليها 20 زيد عليها 30 بتصير 210. فاذا الازيمث كامله 210 شيل منها ال 180 بتكون ايش؟ 30. هاي ال 30 ايش اتجاهها؟ ساوث ويست. ساوث ويست تكتب الاتجاه، ما كتبت الاتجاه غلط ترى بالامتحان، انه بالهاي اونلاين بكون معطيك الخيارات 30 ساوث ويست، 30 ايست نورث ايست، 30 نورث ويست، وهكذا بتكتب الاتجاه. اهم شيء الاتجاه. تمام. الحاله الثالثه باللون الازرق راح تكون 115. 115 يعني هون الازيمث عندي 115. قديش طل 115 اللي منها 90؟ لا كيف انك تطلع اغلط. هاي البيرنج، البيرنج بدها تساوي عامل 180 اللي منها الازيمث 180 ناقص ازيمث 180 ناقص 115 تعطيني 65. الزاوية 65 شو اتجاهها؟ ساوث ايست. الزاوية الأخيرة اللي راح تكون بالأحمر 325 هون. هاي الزاوية كاملة 325. كم البيرنج عندي؟ 35. بيرنج تساوي 360 ناقص 325 تساوي 45. 35 قصدي 35. ايش اتجاهها؟ نورث ايست. بالامتحان اجاك سؤال زي هيك بدك تحله، تاخذ كل واحدة بلون رسمت لك اياهم. البيرنج دائما من محور واي، البيرنج دائما من محور واي، لا تخربط. شفت قديش انا طلعت اخربط الا لحتى مباشرة رسمت الرسمة وعرفت اني مش لازم اخربط. تمام. السؤال الثاني find the angular closure error if the measured summation of traverse بتساوي كذا. ايش بده هو الانجولار كلوجر ايرور؟ وبقول لك هل تقبل القياسات ولا؟ تمام. هسه شوف السؤال قال لك find the angular closure error 720 السميشن الميشرد سميشن 720 درجة 0.8 دقيقة و36 ثانية. هذا سؤال مهم جدا بالامتحان، سؤالك الفصل الماضي. طيب انت راح تحكي لي قديش الجيومتريك سميشن؟ هسه القانون هسه ايش الانجولار ايرور بتساوي الجيومتريك سميشن صح؟ راح تحكي لي ناقص هاي القيمه. طيب هسه انت منطقيا بقول الايرور يكون مقداره 400 درجه، هتقول لي لا. بالتالي منطقيا زوايا الشكل هذا هتكون هي 720. ليش 720؟ لأنه أنت عندك زاوية 180 تكون إحدى مضاعفاتها، راح تكون مضروبة بواحد، راح تكون مضروبة باثنين، راح تكون مضروبة بثلاث، راح تكون مضروبة بأربعة. ضربتها بواحد تعطيني 180، ضربتها باثنين تعطيني 360، ضربتها بثلاث تعطيك 540، ضربتها بأربعة 720. تمام. مش راح يعطيك 721 تروح ايرور موجب، زوايا راح تكون منتهيه بصفر. فبالتالي لما انت شفت عندك هذا 720، اعرف مباشره من جيومتريك سميشن 720 يعني عدد الاضلاع 4. 720 ناقص 720 درجه 8 دقائق 36 ثانيه. فبالتالي الايرور عندي هو 720 ناقص، خلنا نكتبها على حاسبي أنا، بات في على حاسبي على اللابتوب، ولا كان رسمت لكم إياها، فطلع عندي الأور هو سالب 8 دقائق 36 ثانية، لو فعليا أنت راح 720 8 دقائق 36 ثانية، بس 720 درجة جزمة. بس بدي تعرف شغلة واحدة، إنه مش دائما اطرح هاي من هاي وهاي من هاي، لا دير بالك حطهم على آلية حاسبة. اللي ما بعرف كيف استعملهم على آلية حاسبة ابعث لي. تمام. هذا الايرور بدي افحص ايش؟ انا بدي افحص الالاوبل، ما بقول لي هل تقبل القياسات ولا لا. الالاوبل انجولار كرودر ايرور بيساوي زائد او ماينس 3 دلتا ثيتا. هون دلتا ثيتا كم بعوضها؟ 1 على 3600.
ليش 3600؟ لأنه معطيني قياسي بالثانية. جذر الأربعة، وين جبت الأربعة؟ هون عندي زوايا المثلث سبع، زوايا الترافيرس 720، فبالتالي 180 هي مضروبة بأربعة. ثلاث ضرب واحد 3600 جذر الأربعة، فطلع عندي الإيرور عبارة عن 6 ثواني. عندي الايرور 6 ثواني، انا ايش غلطي؟ 8 دقائق، فانا نو اكسب، ما بقبل، ما بقبل القياسات. ليش ما بقبلها؟ لانه انا الايرور المسموح عندي 6 ثواني، ولكن عوضته 8 دقائق. 8 دقائق اكبر من 6 ثواني وبس. السؤال اللي بعده، the measured angle of the traverse A, B, C, D, A was found to be as follows. A 110 درجات، 110 درجات 0 دقيقة، 89 درجة 0 دقيقة. يعني أنا هون عندي الدلتا ثيتا تساوي 1 درجة 1 على 60. هاي أول خطوة بدي أعملها، دلتا ثيتا 1 على 60. ثاني خطوة، بقبل القياسات ولا لا؟ وافرض أن القياسات كم corrected angle، بدي أشوف بقبل قياسات يعني بدي أحسب الأنجلر في إيه، شو بدها تساوي؟ مجموع هسه هذول اربع اضلاع، اربع اضلاع يعني 360، بدي اطرح منه مجموعهم 110 زائد 89 زائد 101 زائد 64 364. قديش بتساوي هاي؟ سالب 4. هسه اللابل بتساوي زائد او سالب 3 دلتا ثيتا اللي هي 61 جذر الأربعة. نحطها 3 × 60 جذر الأربعة. الإرور عندي، الإرور عندي 1 سالب 1 يعني. هسا الإرور المسموح فيه عندي أنا سالب 1، أنا أخطأت بأربعة، معناته إيش بعمل؟ إيش بعمل أنا؟ بعمل إنه هذا ما بقبل القياسات، بقبل القياسات المفروض أوقف، يعني هاي الجواب نط. بس بقول لي افرض انك قبلتهم، كمل كوركتد انجل، يعني خلاص كمل على خطا. الكوركت الكوركشن شو بيساوي؟ بيساوي للانجلر كلوجر اللي هو سالب 4 عدد الاضلاع 4 يساوي سالب 1، فبالتالي انا كل زاويه بدي اطرح منها 1، يعني هاي الزاويه 109، هاي الزاويه 88، وهاي الزاويه بتصير 100، وهاي الزاويه 63. جمع لي الزوايا الجديدة اللي باللون الأسود 100 + 63 88 زائد 109 يعطيك مجموع هذول الأربعة و 360. فمعناته أنا هيك حلي صح، بس هو فعليا غلط. ليش غلط؟ إنه هذا طلع معي سالب 4 طلع معي سالب 1، ممنوع يطلع معي خطأ أكبر من اللاوب. تقريبا موضوع الانجلر انتهى. راح يجي سؤال اوجد اللاوبل، راح يجي سؤال اوجد كوركتد انجل، راح يجي سؤال اوجد انجلر كلوجر ايرور بهاي الطريقه، بتعرف انه شو تطرح. راح يعطيك خيارات كثير بعيده، يعني راح يعطيك انه الايرور يطلع معك 360 درجه و10 دقائق، منطقي. هذا مش ايرور، لو تقعد 100 سنه ما بيطلع معك، هذا مش ايرور اصلا، يعني هذا انت الخطا اللي طلعته خطا انسان، انه الانسان ما بعرف بالمساحه وقاس خطا زي هيك. يعني هذا سيستماتيك ايرور كانه اسمه، ما بعرف ترجع لانواع الايرور. فلما يكون عندك يجيك سؤال زي هيك راح هذا السؤال جاي بالامتحان، فاللي بيحضر الفيديو لحد هاي الدقيقه، حد دقيقه 49، حقول انه هذا السؤال جاي بالامتحان، راح يجي بالامتحان. وهذا السؤال راح يجي مثلا هاي سؤال، سؤال ثاني يكون معطيك البيرنج، سؤال ثالث راح يقول لك احسب الانجلر اللابل او احسب الكوركتد انجل. اتمنى انه موضوع الانجلر ايرور فهم. إن شاء الله الفيديو الجاي طال عندي linear closure error والcoordinate تم بسيطات هذول، بس هي شغلة رياضيات تقلب تاني inverse ومتاني inverse. يعطيكم ألف عافية.